في حلقة مفرغة تدور أزمة العراق، ولا حل في الأفق لكسرها وإعادة الحياة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية المتعطلة بسبب تضارب التفسيرات الدستورية والخلافات على الكتلة الأكبر. الرئيس برهم صالح يتراجع تحت الضغط باستفسار جديد للقضاء عن صلاحيات الكاظمي، فتجيب المحكمة بأنها محدودة ولا يحق لها اقتراح المشاريع المهمة أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا وإعادة هيكلة دوائر الدولة، مؤكدة أن صلاحياتها موضوعية تشمل توفير متطلبات الغذاء والدواء والكهرباء والأمن. وفي سياق الآراء القانونية، يقول القاضي السابق رحيم العقيلي إن الدستور لم يسمي الحكومة الحالية ولم يحدد صلاحياتها، وأن أوصاف وصلاحيات تصريف الأعمال لا تنطبق على الحكومات التي تظل مستمرة بسبب انتهاك وعدم احترام المواعيد الدستورية كحكومة عادل عبد المهدي سابقا والكاظمي حاليا، فيما سماها بحكومة التربص. كما أشار إلى أن سكوت الدستور والقانون عن تنظيم حكومات ما بعد انتهاء المواعيد الدستورية يضع العراق في فراغ قانوني ودستوري تتحكم به الأهواء والمصالح والنفوذ السياسي. وهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها الاتحادية في مهام رئيس الوزراء، إذ سبق لها الرد الدعوى قضائية ضد الكاظمي بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي، وقبلها أبطلت لجنة مكافحة الفساد، فيما كان آخرها إلغاء قانون الأمن الغذائي وتوضيح صلاحيات تصريف الأعمال.